تدخل ولاية تيزي ويزو الملايير سنوياً إلى الخزينة العمومية من مبيعات استغلالها لمادة الفلين، حيث احتلت المرتبة الأولى وطنياً العام الفارط، ومن المتوقع إنتاج هذه السنة 13,668 قنطار موزعة عبر 39 غابة، لتحتل حسب التوقعات المرتبة الثانية بعد ولاية جيجل. توقعات الإنتاج لحملة 2019 هي 13,668 قنطار. الحملة تشمل 39 منطقة. العام الماضي كنا في المرتبة الأولى على مستوى الوطن. السنة في الحملة 2019 التوقعات، أقول التوقعات، رانا في المرتبة الثانية بعد ولاية جيجل. عملية جني مادة الفلين تمر بعدة مراحل، بداية من نزع لحاء الشجرة دون إتلافها، ثم نقلها عبر شاحنات إلى المستودع المتواجد بإعكورن الذي يتسع إلى 15,000 قنطار، أين يقوم العمال بتصنيفه حسب النوعية والجودة. لونتربريز روتوني بور لا رياليزاسيون سي الجي جي ار، لونتربريز ريجيونال دو جيني رورال، اتيتكسكو ماذاغ، ما اتيتكسكو ماذاغ، بيان سور كو لي زاجون فورستي، توجور يا دي زاجون تاسيورين لو سويفي دي شونتي. لا بروميير إيتاب سي دو فير لا كورون. Donc la couronne, c'est la partie supérieure de l'arbre. Elle est faite à la scie. Il y a ce qu'on appelle la fente longitudinale. Il y a les démasqueleurs qui enlèvent le liège avec la hache. À la fin, ils font ce qu'on appelle un toilettage. رغم أن إنتاج الفلين يعد مورداً اقتصادياً مهماً باعتبار الجزائر واحدة من الدول السبع المنتجة للفلين في العالم، إلا أنها بقيت مهنة شاقة تواجه العديد من العراقيل.